في هذه الساعات أيضا المباركة مستحب الدعاء، أتضرع إلى الله، ما هو أفضل دعاء أيضا في أيام العيد وهي أيام مباركة؟ والله إذا كان أعظم يوم هو يوم عرفة وأعظم ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فهنبتدي أقول في سرك معايا لا إله إلا الله ونكمل الدعاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اجعلنا يا ربنا ممن يقولونها ويفعلون بها، يا الله اجعلنا ممن استوعبوها واستوعبتهم، اجعلنا ممن أحاطوها وأحاطتهم، اجعلنا ممن يفهمونها يعملون بها، اجعلنا من أهلها. لا إله إلا الله، يا الجنة الجنة يا ربنا، النصر والعلو والرفعة لأمتنا يا ربنا، يا الله فتحا مبينا لبلادنا كلها يا الله، بركات من جلالك على أمتنا وعلى شبابنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يتقبل الدعاء وإن شاء الله الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية والمسلمين، وكذلك أن يعود حجاجنا من أديار الحجازية بألف خير. نشكرك لوجودك معنا القارئ الدكتور صلاح الجمل، شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك.